السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا ومشاهدينا الكرام، متابعي برنامج صباح الشارجة. نرحب بكم في جولة جديدة وياكم من أرض حراس سيارات الشارجة. نتعرف فيها إن شاء الله وياكم اليوم على أنواع كثيرة من السيارات، بنعرف وياكم إن شاء الله الموديلات والكم السيارات ماشي والأسعار. طبعا خلكم ويانا وتابعونا، نتعرف فيها أكثر وياكم مع صاحب المعرض يخبرنا أكثر عن السيارات المعروضة عنده في المعرض. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم مرة ثانية نتعرف فيها إن شاء الله وياكم أكثر مع صاحب المعرض يخبرنا عن أنواع السيارات المعروضة عنده، وطبعاً نعرف بناخذ وياه معلومات أكثر عن الأسعار والعدادات كم ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا باسمك؟ أنس محمد أسعد. يا مرحبا أنس، كيف حالك؟ والله الحمد. صاحب المعرض أنس أنت؟ نعم، صاحب معرض واحد الشرق. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب والله الحمد لله. يا مرحبا أنس، أنت ما شاء الله عندك المعرض منوع، عندك سيارات دفع رباعي، سيارات صالون، سيارات الرياضية ما شاء الله. شو عندك سيارات كثيرة ولا على حسب طلب السوق؟ حسب طلب السوق. على حسب طلب السوق ما شاء الله. أنس نبدأ وياك طبعا من هذه السيارة الجميلة طبعا اللي هي من فئة السيارات الرياضية، فورد موستنج. خبرنا عنها جزاك الله خير. فورد موستنج 2016 خليجي، كيت كاليفورنيا. السيارة ماشية 80,000. أغلب الشباب تطلب هاي السيارات، عليها طلب زيادة طبعا من فئة الشباب. أنا فئة الشباب نعم. والجير العادي ولا اوتوماتيك؟ جير اوتوماتيك. اوتوماتيك. السيارة هاي اللي عرفناها تيها 4 سلندر و6 و8. هذه 8 سلندر. 8 سلندر. 8 سلندر ولونها هذا طبيعي او لون اللي هو لون الاورجينال. لون نعم. الوكالة طبعا ما شاء الله مثل ما تشوفون يعطيكم بين الاخضر الغامج على الرمادي على لون سبحان الله جيد. نفتح الغطاء بس أنس نشوف وياك المحرك من داخل. طبعا السياره مثل ما تشوفون مشاهدين الكرام عليها كت الوكاله معدله مسوايه من الجي تي الى فئه الكاليفورنيا، والسياره 8 سلندر اللي هي 5.0 اللي هي 5.0 ما شاء الله. سياره مثل ما تشوفون سياره خليجيه ماشي 80,000. انس السياره هذه سيارات من السيارات الجميله، سيارات اللي عليها طلب دائم ما شاء الله، نبغى نعرف كم مطلوب فيها ان شاء الله. هذه سعرها 80,000. 80,000 وماشي 80,000 السيارة. ماشي 80,000. وموديل 2016 السيارة، يعني قابلة للتمويل إذا أحد يبغي يقدر يشتريها كاش يأخذها. نعم قابلة للتمويل. التمويل ما شاء الله. السيارة مثل ما شو مشاهدينا الكرام حتى لونها جميل، لونها مثل ما قلنا لكم بين الأخضر بين الرمادي، لونها صراحة مميز وسيارة نظيفة مثل ما تشوفونها. أنا سنكمل وياك بعد الحين انتقلنا من السيارات الرياضية إلى السيارات الفارهة، سيارات اللي هي عليها طلب بعد كبير مثل ما نشوف السيارة هذه اللي هي المرسيدس. تخبرنا الفئة. مرسيدس جي إل سي، هذه 2018 زيرو كيلومتر 43 ما شاء الله. هذه صفر طبعا، مو بتحرك السيارة من الوكالة. من الوكالة هاي خليجية. نعم السيارة خليجية. نعم ما شاء الله. شو نبغى نعرف السعر كم بيكون إن شاء الله عليها؟ هذه سعرها بيكون 300,000. 300,000 السيارة. في مواصفات ثانية ولا هي هاي الفئة الأولى؟ لا جي إل سي في 250 وفي 43. 43 يعني هاي اعلى فئه. هذه اعلى فئه في الجي ال سي. اعلى فئه في الجي ال سي طبعا. سياره ما شوف مشاهدينا الكرام خليجيه، وسياره 2018 اللون من داخل الزعفراني والبني المحروق. هذا في زعفراني وفي احمر. عندك نوعين يعني؟ نعم نوعين ما شاء الله. عند السياره هذه عند طبعا السياره هذه نوعين، اللي يبغي الزعفراني موجود واللي يبغي اللون داخل الاحمر موجود. والسياره على مثل ما نقول الصفر الى الان من المصنع ما تحركت السياره، وبيكون مطلوب فيها 300,000 تقريبا. نعم 300,000. 300,000 قيمه السياره هذه. 2018 مثل ما تشوفون حتى اللون ما شاء الله جميل، لون مميز عليها الفتحة والكاميرات. طبعا المرسيدس غني عن التعريف مشاهدينا الكرام من المواصفات اللي فيه. بس فئة المحرك قلنا هذه 8 ولا 6؟ 6 سلندر. 6 سلندر. 6 سلندر عندنا هذه السيارة الجميلة، وهاي الغبوبة أكثر شيء العنصر النسائي أعتقد. نعم العنصر النسائي أكثر شيء يأخذون السيارة. نعم. هذه ما شاء الله مثل ما تشوفون سيارة جميلة. أنا طبعا عندك مجموعة كبيرة من السيارات، احنا بننتقل بعد بنشوف وياك فئة السيارة العائلية أو تعتبر. نعم. العائلية اللي هي الأودي، هذه الأودي لها الكيو 7 تقريبا. هذه الأودي كيو 7. تفضل هنا أنس ويانا خبرنا عنها أكثر جزاك الله خير. الكيو 7 هي بتجي 7 مقاعد 7 سيتر. السيارة 2014 ماشية 100,000. سعرها بيكون 70,000. خليجي سيارة. خليجي أنس. نعم. السيارات اللي عندك كلها خليجية أنس ولا عندك شيء أمريكي؟ في أمريكي بس النسبة الأكبر اللي هي الخليجي. الخليجي. نعم. شو الحكم أنك ماخذ الخليجي أكثر؟ عليه طلب ولا الخليجي ما عليه ضمانات، مطلوب أكثر بالسوق المحلي.
والسوق الخليجي اجمالا. يعني عندك على التصدير بعد عليهم طلب؟ نعم عليهم طلب للسوق الخليجي. ما شاء الله. سيارة ما شي قلنا 100,000؟ 100,000. وبيكون سعرها كم ان شاء الله؟ 70,000. 70,000. وفئة المحرك اللي هي بتجي 6 سلندر 3.0 6 سلندر. سيارة طبعا هذه من السيارات الجميلة، سيارات العائلية، وحتى اللون ما شاء الله جميل. وعندنا بعد ملك الطرق طبعا النيسان البترول. خبرنا عنه ما شاء الله النيسان البترول، هذا 2014 ماكينة كبيرة، هذا التايب 2 بيجي. نعم. سيارات مطلوبة بالإمارات، عليهم طلب منيح. وبتعرف احنا بموسم حاليا يعني موسم الجو البارد وعليهم طلب. هذه طبعا تمشي مع العوائل، مع الشباب، مع جميع الفئات؟ مع جميع الفئات، كل الفئات. والسيارة هاي تعتبر رغم 2 بس المحرك الكبير، الماكينة الكبيرة. نعم الفتح، بس المواصفات ما شاء الله عندنا الفتح، الشاشة، كاميرا واحدة بتجي، هذه مش 5 كاميرات. نعم. بس هذا المواصفات. هاي المواصفات 2014 السيارة. نعم. كم بيكون مطلوب فيها إن شاء الله؟ هاي بيكون سعرها 105. 105,000 سعر. نعم. السيارة لونها بعد اللي هو الذهبي أو البني تقريبا. هذا البني. هذا البني. وسيارة طبعا مشاهدين الكرام غنية عن التعريف، النيسان بترول الفئة هذه ما شاء الله عليه طلب باستمرار. وبعد السيارة سعرها جدا مناسب 105,000، وماشي كم قلنا أخوي أنس؟ ماشية 210. 210 سيارة من السيارات الجميلة وسيارات العائلية. أنس مكمل وياك بعد ما شاء الله المعرض مشاهدين الكرام في أنواع مختلفة من السيارات صراحة، إن بغيتوا السيارات الكبيرة، السيارات الصغيرة، الرياضية، ما شاء الله أخونا أنس متميز بهذه السيارات. بنشوف وياكم بعد عندنا هذا الدوج التشالنجر. دوج تشالنجر. تشالنجر ما شاء الله. هذا الدوج تشالنجر مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، اللون بعد اللي هو الأسود الملكي، خبرنا عنه الله. الدوج تشالنجر وارد أمريكي 2016. 6 سلندر بيجي 3.5 ماكينته. 6 سلندر هذا مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، من داخل اسود بعد الموتور. نعم من داخل اسود، اسود السياره من داخل اسود على احمر. تلبيستها طبعا كله وكاله بدون اي اضافات؟ لا لا وكاله بدون اي اضافات. بدون اي اضافات. 6 سلندر كم ماشي السياره تقريبا؟ السياره ماشيه 25000 ميل. 25000 ميل ما يقارب يعني عندنا بالكيلو قريب ال 50 او لا تحت 45. 45000 تقريبا. نعم. والسياره 6 سلندر، ان بغيتوا استعمال المحلي قصدي او استعمال اللي هو في المدينه او للخطوط. بعد سياره جميله. السياره جميله ما نقدر نتكلم عليها اكيد. الدوج معروف ما شاء الله من السيارات الجميله، واللي يرغبون اكثر شيء طبعا فئه الشباب. فئه الشباب. نعم. اكثر شيء الشباب. اكثر شيء فئه الشباب. كم بيكون سعرها ان شاء الله اخوي؟ هذه بيكون سعرها 55000. 55000 السيارة 2016. 2016 وارد أمريكا، والسيارة ماشية شيء قليل يعني ما يقارب مثل ما قال أخوي أنس 45000 كيلو. والسيارة طبعا ما دام أنها بعدها ما وصلت ال 60 وال 70 ما دخلت ال 100، السيارات جميعا بشكل عام ما تدخل ال 100، سيارات تكون ما شاء الله عليها نظيفة وسيارات جميلة. أنس ما شاء الله أخذنا وياك لفة، شفنا مجموعة كبيرة من السيارات عندك بعد ما شاء الله، الفئات الثانية من المرسيدسات والسيارات الصالون. نبغى نعرف الخدمات اللي تقدمها للزبون لما يجيك، مثل ما قلنا احنا السيارات هذه اللي هي قابلة للتمويل، عندك خدمات تمويل السيارات؟ خدمات تمويل السيارات، تسهيل البنوك، التأمين، اي شيء بيتعلق يعني للسياره، يعني اي شيء نقدر نريح فيه الزبون ما حنقصر فيه. قدموا لك خدمه انه عندكم مندوب البنك ياخذ عندنا مندوب البنوك الجراءات. هو اللي يخلص الاوراق والاجراءات. عندنا التامين، عندنا شركات تامين باسعار كمان حلوه ممتازه، يعني في عده تسهيلات لهذا الموضوع ما شاء الله. ومن ناحيه الفحص، ما فحص بعده، هل تخدمون الزبون مثل فحص؟ نعم احنا اللي ناخذ المرور او الخارجي؟ في المرور وفي الخارجي حسب رغبه الزبون بقى، على حسب طلب الزبون طبعا. لكن نعم. اخر شيء بعد لازم في فحص في عندنا بالارتي في المرور الارتي. نعم. طبعا للتسجيل. نعم. انس من الخدمات اللي تقدمها بعد اللي هي بعد البيع، خبرنا عنها من ناحيه الضمان او الخدمات. الخدمات اللي بعد البيع هي ضمان السياره. ضمان السياره طبعا احنا اغلب السيارات اللي عم نبيعها الخليجي بيكون عليها ضمان. صحيح. والسياره اللي ما عليها ضمان في عندنا شركات تامين فينا نعمل لهم ضمان عليها، مثل ترابل اي، في عده شركات. نعم. عم نعمل لهم ضمان تامين للسيارات الثانيه. ضمان تامين على السيارات الثانيه اللي هي بعد البيع. اللي هي بعد البيع يضمن ضمان اخوي انس من ناحيه شو؟ الجير، جير ماكينه، ديفريشن. جير ماكينه ديفريشن. نعم. السيارات اللي هي مثل الوارد الامريكي، السيارات الرياضيه. لكن مثل ما عرفنا السيارات الخليجيه ما شاء الله اللي عندك كلها بعدها تحت ضمان المصنع اصلا بعد مو بالوكاله. نعم اغلبيتهم تحت ضمان المصنع السيارات الخليجيه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك بارك الله فيك، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يسلمكم ويبارك فيكم يا رب. الله يخليك. شكرا جزيلا.
متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، مثل ما شفتوا ويانا اخونا انس عرفنا على مجموعه السيارات الموجوده عنده، وطبعا اكثر السيارات الموجوده عنده كلها سيارات ما شاء الله خليجيه وكلها 2016، وتقريبا وطالع عندنا بعد السيارات الثانيه اللي هي ما مشت الى الان 0 كيلومتر موديل 2018، والاسعار مثل ما تعرفون اسعار طيبه، والسوق عرض وطلب على حسب اللي بيجي يطالع السياره هنا يعيب السعر يروم يتفاصل مع الاخوان هنا وما بيقصرون وياه ان شاء الله. ونقولكم نحن ندعوكم تون معارض الشارجه تعرفون اكثر واكثر على السيارات الموجوده هني، ونقولكم حياكم الله ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، مع السلامه.